السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم بنات؟ معكم غيد من قناة غيد لافلي. اليوم راح أعمل تجربة على منتج اللي هو هذا. اسمه ماجنا نيلز. هو هذا المنتج بيعتمد على المغناطيس، بيجي هيك. أنا اشتريت كرتونة بيجي معاها 4 ألوان مناكير و4 أشكال، وبيجي معاها بيجي معاها كتيب زي هيك. فبس هلا راح اورجيكم شكل من الاشكال. راح ابدا اخذ الفرشاي، راح احط على الاصبع. زي هيك، شايفين كيف صار؟ كتير كتير حلو. لحظة راح اورجيكم اياه عن قرب. احاول سوى زي هيك، طلع كتير كتير حلو. فبس بتمنى يكون عجبكم المقطع. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي ولقناة دنيتي، وفولو مي على الانستغرام والفيسبوك. ولا تنسوا تشتركوا كمان بقناة اخوي، كل الروابط حتكون تحت بصندوق الوصف. واي شيء حابين تستفسروا عنه اكتبوا لي تحت في التعليقات. وبس بشوفكم في مقطع تاني حبيباتي، ومع السلامة.